بشرى بني فهر فأبناؤكم مات وهم أعلى الورى أعينا. ماتوا وهم أعلى الورى أعينا أعينا إلى تلطم الأيدي وحق لكم أن تعقدوا أندية للهنا. إن الأولى في كربلاء صرا نالوا بذاك اليوم أقصى المنى. باعوا قد غلت واسترخصوا من سعرها المثمنا هاي أعظم تجارة. لكن رأوا أن بدار البقاء نيل الأماني لا أهمها بدار الفناء. تبدي النياحة لهم الحناي ورحنا في الأسر بنات الهدى تطوي الفيان في موطنا يا موطنا يدعي والعيس يجد السرى يا حادي العيس يا حادي العيس ألا وأرفق بنا وأرفق والطم وقضي باللطوم ليلي ونهاري أصبر أنا شلون أصبر وأخويا حسين دام النحار عاري والقوم خذوني مدري وين ناوي وين
أنا على الهزل زينب وخوتي على الثرى نوم. صعب على قلب زينب. أنا على الهزل زينب وخوتي على الثرى نوم بين القطعة وجفوفة بين السلبة وهدوم حاد النوق ما انصاف مربين على الحوم. أنا شفت الجثث بعيوني شفتهم وانخطف نوني صحت يا ناس ويا اخوتي خلوني والقوم عي وما يخلوني صحيت صدق. هاي الكلمة لما تسمعها باللهجة الشعبية العراقية واحد يقول لك صدق يعني عجب يعني شيء ما يصير. شنو هاي صديق بعد الخدر لن ذليلة ذليلة مهبطة للراس للراس. أنا أطوف أطوف ببلدة الكوفة وتتفرج علي الناس. تتفرج علي الناس لأن الواد ما يقولوا وان هاي اخت البطل عباس. انا صحت يا هضمة الهضمة والله بعد الخدر والحشمة. انا صحت يا هضمة الهضمة بعد الخدر والحشمة علي الناس من تم ويلاه ويلاه علي الناس من تم وينشدوني عن الوليين واسكت من ينشدوني. أنا مشيت درب الما مشيت. أنا مشيت درب الما مشيت ذباح خيي جتال خيي رافقيت رافقيت. أنا من جلة الوالي نخيت خويا شتم والدي شتم والدي وانكر وصيته.